السلام عليكم، مساء الخير. ان شاء الله النهاردة فيديو جديد وفيديو اليوم طريقة اختيار الجودة المناسبة للفيديو بعد في لما بتصدر الفيديو في الكين ماستر، بمعنى انك انت بعد ما بتحمل الفيديو بتختار جودة تحميل الفيديو، وجودة تحميل الفيديو طبعا مهمة. ازاي بتختار جودة الفيديو؟ هنا دي واجهة الكين ماستر، وطبعا بتضغط على الدائرة الكبيرة اللي فيها علامة زائد، وبعدين هنا بتختار نسبة الأبعاد وبتختار 16:9 لقناة اليوتيوب، وبعدين هنا طبعا عندك الفيديوهات، بتختار الفيديو اللي انت عايز مثلا. هنا اخترت الفيديو خلاص، هو بنختار الفيديو. بعد هنا ما بيختار الفيديو وبتعدل عليه وبتعمل عليه كل حاجة، وهنا بتضغط بعدين على علامة صح اللي فوق، وبعدين كده في على اليمين فوق في سهم كده داخل مربع، اتجاه السهم إلى أعلى بتضغط عليه، وهنا بيقول لك تصدير ومشاركة. تصدير يعني بعد ما انت منتجت الفيديو لازم بيحمل بالجودة اللي انت عايزها. وهنا عندك جايب لك هنا في الشاشة دي، هنا على اليسار هنا جايب لك الدقة، وجنب منها معدل الإطار، وهنا جايب لك الجودة HG720، وجايب لك SG540، وجايب لك 480، وجايب لك 360. 360 ودي اقل جودة. لو النت عندك ضعيف وكمان ما عندكش مساحة كافية في الفون فانت بتختار 360، ودي برضو جودة معقولة. جودة اعلى منها بتكون 480، جودة اعلى منها بتكون 540 SG، جودة عالية جدا بتكون HG و720. وهنا في معدل الإطار هنا جايب لك 30، وتحت منها 25، وتحت منها 24 و15 و12. دايما خليها على 30، دايما خلي معدل الإطار 30، معدل الإطار خليه دائما 30 على أي جودة انت بتحملها، تخليها 30 في أول في المربع اللي فوق. جودة عالية 720 ده بتاخد وقت اطول في التحميل وبتاخد مساحة اكتر. لو ما عندكش مساحة في الفون برضو مش هتتحمل معاك، مش هيحمل معاك الفيديو كامل. كل ما بتعلى في الجودة بتاخد وقت اطول ومساحة في نفس الوقت اكبر. جودة 360 ودي اقل جودة، دي برضو لو النت عندك ضعيف والمساحة مش كافية عندك. وده كده شرح اليوم، شرح اليوم طبعا في الجودة، وتختار الجودة طبعا اللي بتناسبك. يا رب يعجبكم الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.